شيب تويننج، هوريك حاجه تضيف شويه كنترول للشيب تويننج اسمها هنت. هنت يعني هنحط حاجه تعمل تخلي الشكل نقدر نتحكم فيه من بدايته لنهايته. طيب اول حاجه عشان نعرف نتحكم في ده، انا هسلكت من هنا وادوس شيفت لحد هنا وادوس كلير فريمز. فين كلير فريمز؟ كلير فريمز. اوكي كده لغالي الفريم ده من اوله لاخره. كده دي غلطه. كنترول زد، كنترول زد، ريموف فريمز. انا اسف، لما بعمل ريموف فريمز باثر مساحه العرض. يعني احنا كان 100 دلوقتي بقينا 50 بس كده، تمام. انا باثرتها عشان نقدر نشوف احنا هنعمل ايه بالظبط. اوكي لو من قائمه موديفاي شيب، اد شيب هنتس اللي هي كنترول شيفت واتش، اوكي ضاف لي دايره صغيره فيها مكتوب حرف ايه. لو عايزني اكبر كده شويه عشان نشوف ايه اللي مكتوب، تمام. ادي حرف الايه اهو في النص، تمام. هنرجع نقول له شو اول او شو فريمز، شو اول كده، تمام. زي ما انت شايف هو بيتحرك من هنا لحد هنا بالشكل ده. طيب لو انا خدت الحرف الاي الصغير ده وحطيته، عملت له دراج، وجبت على الحرف من هنا وهنا، تمام. انا هنا برضو عندي اي تاني، تمام، جبته في الناحيه دي. اوكي تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. انا مش هتست الموفي، انا هعمل هجري البلاي هيد عن طريق الواوز جيم اللي احنا اتفقنا عليهم ان هم موجودين مع الاسهم اللي تحت اللي فوق الالت على طول، تمام. انا دلوقتي بدوس على السهم اللي اتجاهه الشمال. بص ايه اللي بيحصل. بص المثلث الصغير، المثلث الصغير اللي عند الماوس زي ما انت شايف. اوكي اقتص الدايره كانه قلبها، كانه بيقلبها، تمام، عشان يحولها لي. طيب لو انا جيت هنا وخدت الهنتس دي حطيتها الناحيه الثانيه وبتست كده، بص لو هتلاحظ ان الشكل اتغير خالص، طريقه المورفينج نفسها بتتغير، تمام. طيب لو انا شلت دي برضه حطيتها هنا كده، اوكي بص المورفين شكله بيتغير خالص. طيب عشان يبان الكلام ده صح، انا ممكن اعمل حاجه سيلكت اول ديليت اللير دي، اد لير ثانيه، اللير دي هعملها ديليت، تمام. هنا هرسم بوليجون، تمام. هذه البوليجون، وهنا هكليك هنا وهدوس اف 7 كده، انا هانسرت بلينك كي فريم. ليك فاكر اف 6 واف 7، اف 6 تعمل انسرت كي فريم، اف 7 بتعمل انسرت بلينك كي فريم. هغير البروبرتي بتاعته، الاوبشن بتاعته، بدل ما هو بوليجون هخليه ستار، يعني بدل ما هو خماسي هيبقى نجمه. اوكي وهبتدي ارسم الشكل الخماسي بتاعي، تمام. اوكي هما الاثنين تقريبا في نقطه واحده، يعني لو بصيت كده. اوكي كده جميل قوي. هاجي هنا اقول له كري، لا بلاش دي، هقول له هنا من تحت من عند توين، اقول له شيب توين كده. عندي شيب توين حلو، هي دي حاجه عماله تتغير من شيب لشيب، تمام. كنترول وشيفت اتش، كنترول وشيفت اتش، ادي واحده وكنترول وشيفت اتش تاني. ادي هحط واحده تانيه هنا،
كده يبقى انا لما هروح للستار هلاقي عندي اتنين، ادي البي وادي الايه اهي فوق. تمام، تعالوا نجرب نشوف ايه اللي هيحصل. زي ما انت شايف وجود الهنت نفسها بيغير هي ايه اللي بيحصل بالظبط. تمام، طيب هرجع على النقطه دي وهاجي على السليكشن، فين الهنت بتوعي؟ مش لاقي الهنت. عظيم، تعال بقى نبص على حاجه تانية وهنشوف نجيب الهنتس المره الجايه منين. انا مش لاقي الهنتس فعلا. كنترول وشيفت واتش، اوكي ظهر منهم لما اضفت واحده تانية. ممكن احط دي هنا وعند الستار احط دي هنا. تمام، المرة دي بعمل بابليت الموفي كنترول وانتر. اوكي اشوفكم الدرس الجاي.